بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى ونكبر الله بآيات الصد يشن سورة إبراهيم إلى آخر السورة. آيات هنا إنود بيس وحي أهي، وأتاكم الله وحوئد سيئي من كل ما سألتموه وحسوا أشياء نودا، يعني وحضوا بها نيدين بكالي نتاوي مثل عايدين. وإن تعدوا نعمة الله ألا النعمة دي سهدات رسالة لا تحسوها مكو بكرتان، إن الإنسان ضدك الضبيعة أهان لظلوم كي ظلم بنوي كفار، يعني ضدك أولاني ظلوم يكفار مهد ضبيعة إنسان خاصة إلا من رحمه الله، ضدك الله أن حريستيمو يدبيعة إنسان كواسة. واذكر حسبا ليلي أو شاك نبي قال الله لي إذ وقت قال ويلي إبراهيم إبراهيم رب رب قالوا اجعل كيال هذا البلد مقالة دان آمنا تي آمنا وجنبني إغفقه آنقا يوبني عرورتا إذا أن نعبد الأصنام سنم إنا نعبدنه إله إغفقه رب رب قالوا إنهن أصنامتو أضللنا وحيلوا ميين كثيرا إن بدنا من الناس ذات كمينة فمن تبعني قفك إخراعة ووضد حق الصومرة وإبراهيم فإنه قفك أسميني أنه إقمده وحيز بغيره ومن عصاني قفك إعاسيو إقرب مرانا فإنك أدو غفور كالدافات الرحيمون الحريص. نبي الله إبراهيم مقالة مكاء مركة الدعين دعاء هو مركة الدنباء مركة إسماعيل هو يدي كان هاجره سورة البقرة لقول شجيو هذا بلد آمن بمكان كرا يهاي إنتين ولي مقالو بسم بهاي إسماعيل وحور دلي إسبا سجالشني سجال كرا كبدي هاجر هيدا راقب دي بعد الشيء صاروا وكر ديار بكر كله جلو ده وين أدير في هاي هو اللي جودي سورة اللي واقع عروت الله قبل القاضي بقول يلا بيتوبين سير إبراهيم وأبي لشيء إسحاق marka hore ee Ismaaciil dhashay iyo gabadhii ba masayrtay marka iyo wiilkeedii oo yar iyadii u soo qaado meesha Samsam ka dambe meesha ku yaala geed ku yaala uu keenay marka inoo xogay raashina iyo inbiya ah uu dhigay uu ka tagay marka Ibraahim wax geed naga tagi way la hadashay markaas uu markuu u jawaabay waayay buuma Ilaahay baad nooga tagtay suu yaha meesha intuu istaagay kore oo in arkay in buducada bilaabay markay intii raashinkii intii bihi ka dhamaadeen oo wiilkii uu gaajaysan yahay oo ooman yahay yey kacday buurta waxa ugu dhaway safa yaa ugu dhaway safay fuusha balena waxa aragso haddana way ka dhaadacday oo markay jooga meel godan baa u dhaxaysa safiyo marwa yey ordo waa meesha dalay yar ordo marwa fuus todoba goor markay sidaa tiri nabigu wuxuu yiri waa xajkii xajka tilmaanta islaanta lahayd يسود مقشين آموس بإيلا إستيري مه بيتين مركا لبقور كل مركا كو عليسي يا مالك يقول يمين ماشي ويل كلوها كوها ماشي زمزم كادك عوضا لنا عادة يبيه كالسود داين وحال السود داين مركا ريجو كم بالا السود داين يمان يحقا كسو قحيبا لأضوين داري قصداس مركا قصداس ودعاء ودعاني وابسه سورة البقرة اللي قصاري توا انتي دنبيع مقالة للسنتي ويا بركو خويده الله ياو مغالدان مكا امن كيل او ددكهدا واخ دباتا ايينا غارين اني يا عروتيدنا سلم يا نن عابد نبي ابراهيم با كبقيه انو سلم عبده كا الله بريانين حد ادغو اسوملين هايسكو هلين بقولكي با بقول هايس امنين اسيلالي بركا دريدا واخا لغا ودا كوي او سو دلي ماها ددك اسغا ترنكيس سيده نبي الله محمد او كاله يو اسماعيل انتو دلي إسرائيل وحول دلي دتكاسو شيغيا أو دتكيسو شيغيا بكا وحول النبي الله إبراهيم أصنام تو خلق بنام بيها الليين أصنام تو مركوا وح قال لنا النفل هاينا سبب توضى الله الله بيوين سبب بيوين نغضين الله الله بو قفكي أنا إشاع الدين تاعان هيا إغراعة وحيز بيجي قفكي عاسيانا يا الله ودو من أديقا غفور الحيمة مو نهباري مركا دتكا قالوا هو دتك فاسقين في دتك إله سوى هنوني بالله لكن إله دمي يبابي الله دهي ماي والله باري ماي
واذكر حسيد وقت قال ويري إبراهيم إبراهيم رب الرب اجعل كيل هذا البلد مقالة ذان مكاء آمنا آمن كيل وجنبني أنا إغاد ديره يوبني عرور طيلة أن نعبد الأصنام الصنم كينا نعبدنه ووحل لقبق إن سيركي وحل قدعه رب الرب قيو إنهن أصنامته أضللنا وحي اللمية كثيرا إن بدنا من الناس ذات كمينة يعني إيقا سبب النقضة يوم ايه قامي ياشي باد الكاها يادتك كويلو وحبي أصنامتانو إذين تاري فمن تبعني قفكي أنيقا إفراع وحق إقول راعة فإنه قفكاسي مني أنيقا إقا مدويو وحزب قيل ومن عصاني قفك إعاسيو إديدنا فإنك أذيو الله غفور كالنافات الرحيم أذيقا كل سقل لوين أنا وحبي إقا مقلين ربنا رب قيو إني أذنبت أسكنت وحان دجي من ذريتي عرورتا إذا قيب كمذا بواد تقبل دجي تقاسو غيري دي زرع باركو صاحب غيرك عند بيتك قرقاقي أكتيس المحرم إلا حرميه أن وحو الله أقولي ربنا رب قيو وحان هلك أدجي ليقيموا الصلاة صلاة إني أوغان فاجعلك يا الله يو أفئدة قلوب ومن الناس ذاتك كمذا تهويتي أحيي صوته إليهم دريلا أن ما شاد جيي وارزقهم ألو كو أرزاق من الثمرات من أفر بدن ألو كو أرزاق لعلهم يشكرون السيء وشكريا ومركوا النبي الله إسماعيل ما شكالي وويل يره الزمزم كو الظاهري ومركي دم الرجلهم بألا سودوا بيها أن كل عبن شاكر دير بيهاي وركوا النبي الله إبراهيم كو ألا بري إله عرور تايدي ميل أمبرهم بأن ومكوة بورلين وغرقاج محرم كاها مركين وقتها كوري شباد قرن إلا أول بيت وضع للذي ببكة إلهي وبير ملهاء كو أرزاق ذاتك نجعلي سي وحانا ميشا أدجي إني سلاة أوغا مركا مكان سلاة اللغتو كاني ذاتك قلبي سهوحي صوضا مرفة ربضان سي هذا مكان لا تكتو أدونك مرها كو يالو لنبا يالها هذا مكان تكتو قصة وحيسيقي سا حديث ما هي ملك جبريل با انتو فلسطين انتو كسو قادي وماشو اقبر واقبدا ادونك اقدل سن انتو كسو قادي بو طائف كان وليل ورويري قهر تساسا طائف لوقو بحي قصاسا طائف ويمن ربضان تاي ملك النبي الله إبراهيم هل كاسو عرور تيسي قيب كميدة دكي إسماعيل ملك يدن بي فيجر هنبو كقور سديو وإبراهيم ويمن شروا كان ملك يهر ويجمد قبل يسي ويجمد وقارسان شروا ماله بي يكرهاتان شروا لا بل كورنا نلشين والله وعليل قبنا بيتي من كذا وحد كتير أبوي يدي عتمد بدل قول قال باب كيس بدل وفرن ستيك هلو كسر نقد أحد ما نبر واقع سنة بيتني وحن كذا كتير هذا عتمد بيتك هذا إلى الله وحولي إبراهيم ربنا رب اليوم إني أنا أسكنت وحان دجي من ذرية عرورته إلى قيب كاملة من تا طبع الديه يواد تقبل دجي غير دي زرع زرع كو صاحب غيرك عند بيتك غرقا اكتي سادجي المحرم اللي حرميي حرمتي سوي بدن تايو ولي سو دم بالافا وحا كلو علمادو يداهدين نفاجده انو قبصد مكه لو ما اوغلا شيعدا بري كا قاداي شيعدي هوره يا بري كا قاداي الحجر الاسود كي قاده 20 سنه markay la baqlaan bay soo celiyeen hadda xajar al-aswad ku meel bu ku jira qururada yaro waa sideed xabo oo kala googo aan way rabbana rabbiga yow waxaan u dajiyay caruurteeda meesha iyo qiimo salaata salaada inay ku oogaan salaada oogideedu waxa weeye waqtigeedo la ilaaliyo shuruudeeda iyo kaadkeeda la ilaaliyo dad fara badan oo waxa jira hawlahooda kala iska hayso oo waxa weeye wax kaloo iskaga adda dadku way madadaalo badan dadku inta badan internetki waxa ay galaano salaadu way ka tagtaa faj'al allahu kayyan afidatan qulub oo minan nas dadka kamida taawiti xiisaysa oo u soo kacda ilayhim xaqooda warzuqhum allahu ku arzaq min samarati min xaqood ilahu ku arzaq la'allahum yashkuruna si ay u shukriyaan yaani way shukriyeeyaan markii rizqigu u farabato hada marka ma joogto wax ka soo midho la cuno waa laga helay ربنا ربك إنك أذق تعلم وحد أكتهي ما نخفي وحن قرنين وما نعلن وحن ظاهرين وما يخفى كما قرصونا على الله ألا من شيء شيء كما قرصونا شيء قاسو في الأرض أرض ذا كسوك ولا في السماء النبي الله إبراهيم سأوليه
إلهو الله بارجن ينيدن عوته أديك أيق واحد إلى إذا نبت هاي إن كله أديك أيق بوليه واحد أنكوه الله ي واحد قلبي يقول كذا أنت بقى إذا أقبوليه واحد كقرصوني نمشي ربنا ربك يو إنك أديك تعلم واحد أبتهي ما نخفي واحد نخرينا يبان نعلن واحد ظاهرين وما يخفى كما قرصونا على الله علم الشيء واحد كقرصوني مشي وإن قلبا مثقال ذرة أو في الأرض أرض ذلحل هذا ولا في السماء الحمد الحمد مهد يا أمان لله الله أسرنا لي الذي قال له وهب لي إسي على الكبار مع الكبار داء معه اسمع إلي وإسحاق إن ربي ربي لسميع كمغلوي لسميع الدعاء دعاء كمغلوي الله سبحانه وتعالى وكين شاقنا يمركو النبي الله إبراهيم ديار بكر كهجره ذي دول كان عراق لإله ذو كهجره ذي صار يلود بقى للسعود وأديريه هاي لود مال بو كجهر يسد دوم اللي جناه وحوت تري فلسطين بو تري نبى ماشى بقرة الدجنايو رجع قبله الله سبحانه قبلها كقاطه كقاطه صار روي قبل ديوان ربا حوت لبدينا ولا له نيك ولا أربعة نهيله قبل دي ولا الكل الله سبحانه ما قادن شيرين بعدين قبل دي نيك هذا الله سبحانه ما يان وحمس ما ينجو بعشقنا ولا قبل دي عدو مركو دمعين وفرح ما يو وحبا كل دقي ويسك سوري وتشين بالي كنا ليرو قبلن هاجر وسوسي هاجر أنا وح قبل دي أصاريت هاجر إبراهيم بن سيسن إسماعيل بقول نشى مرك إسمه دأوي سجال شري سجال شرب وهابا ليني إسحاق نوحور نشى إسمه بقول يلا بيا طبعا صدق طبعا سنو كويه وتأكل الله أم هذيني الحمد حمدي يا مهد حمد مطلق يا حمد قاربا لله الله أسرنا لي الذي قال له وهب لي إسيي على الكبار مع الكبار الداء معاد إسماعيلي وإسحاق إن ربي ربي إلا سميع الدعاء الدعاء ديسة دعاء ذاتك كأقبلوه إلا سميع الدعاء الدعاء كمغلوه هو ألا بري الدعاء ديب إلا أجيبه ربي ربي إجعلني إغيال مقيم الصلاة سلاة كأوغة ومن ذريتي ذريتي إذن إله كيالك والسلاة أوغة ربنا ربك يو وتقبل أقبل دعائي دعائي أقبل إلهو إيقو إلهان أو إكرسيو إغادك هو الصلاة دعوغة يعروت إذا الله يو دعائي إذا أقبل دعائي وأب الله أقبل إذا ربي ربك يو إجعلني إغي المقيم الصلاة صلاة كوغة إغي ومن ذريتي ذريتي إذا هو الصلاة دعوغة كيال ربنا ربك يو وتقبل أقبل دعائي دعائي أقبل ربنا ربك يو اغفر لي إيداف يو لوالدي لبدي دي والد يو للمؤمنين المؤمنين يوم ما لي يقوم الحساب حسابك ويستاجي حساب تبا وحيستاجي لغدك الحساب تنكين مركا ما لي تهدى لغاره مركا النبي الله إبراهيم مركو والدي ليه آبه وكي اسكبري يلي إبراهيم يجلي مركي وروان كوه الله بري بوري ومركي دنبو أغادي إنو عدو الله وكي اسكبري يلي marka markan waalidintii oo Alla baryay aabiye hooyo wa intuu noo ogaanin inuu gaalima aabihi ku dhintay intuu noo ogaanin way leeu ka jiray inuu muhaajirin ila rabbi buu yiri aabihi buu ka qararay markii damo ka iska bariyay tabarra aminhu iska bariyay mid kale waalidka iyo dadka qaraabada waa loo duceeyaa waalidka marka duceysanayso caruurtaada iyo qaraabada iyo dadka walaalaha muuminiinta iyo ducaa ma u wada ducee way kaliya haa duceysanin ربنا ربك يو اغفر لي إيه داف يو لوالدي أبي يهويو يو للمؤمنين المؤمنين تعودن ورقاء دمر كنا ويكوشران ما تدين مؤمنين كلية لشيء دمر كنا ويكوشران يوم ما لي يقوم الحساب حساب تنكو يستاقو يعني وقت جي حساب تنكو مركي لقاروان ولا تحسبن الله أليها أم علينا غافلا إنو هالمانسيهي عما كي يعملوا الظالمون ظالمون تأي عمل فليان إنما يؤخرهم ظالمين تودبدق عقابته ومسود الدجينيون ليوم إلى يوم يوم إنتي لقاقاره تشخص أي كل تاجم فيه يوم كالب صار له ويوم كنوها إن يسكسون قن النساء سدا إنه أقرينه هذا كان وحي علماء أبدينه النبي الله محمد لا لها الله مركا النبي الله محمد أمام ملايين أيه إنه ألا غافل يهاي إنه قال لنسوق أرسل فرينت وقف ولو أجوب على ليه الله إنه كأجيه والظالمين تأجيه نفتح وحيدين كتاع الظالمين تن أنبياء الدين حد جرب لو باب إلا إيه
markaas la leeyahay alla ma moogee waqti buu la sugeeyaa waqtigaas la sugeeyaa wala tahsaban allah allaha ummalayni ghafilan inu hal maansan yahay amma ki ya'malu adh-dhalimuna dhalimuna amal falaya oo deyntan iyo la dibdigay in la moogiyay haw qaadan inma yu'akhiruhum bihu alla u dibdiga oo ciqaabta ugu dibdiga li yawmin maalin tashkhasu ay taajmi fihi yawm ka dhixdisa alab saaru indhuhu indhuhu markuu ruuxu naxsan yahay indhuhu saa u taagiyo iskuma soo noqonayaan bilig bilig iskuma soo noqonaya markuu ruuxu uu naxsan yahay muhdiciina xaala ay degdegayaa oo qubuurta durba ka soo baxayaa muqnicii ruusihim madaxooda madaxyooda xaala ay kor u taagayaa laa yartadu uma soo noqonayo ilayhim xaggooda darfuhum isha baadkeedu uma soo noqonayo waafidatuhum quluubtooduna hawaan way madhan tahay wax ku jiraa ma jiro fikradii way degdeg waxa la leeyahay musriciina min alajdaati bay ka soo degdegayaan madaxana kor bay u qaadi way naxsan yihiin bal waxadii hareerahoodii waxaasay dhowrayaan indhuhuna ma soo noqonayaan indhuhu saasay u qallafayaan way taagmayaan maalintaas alla la sugbaalay waa maalin cajiiba wey maalin waxaada weligaaba arag aada arki doonto muhdiciina xaala ay degdegayaan oo qubuurta durba ka soo bixi markii suurka la afuufo muqnicii ruusihim madaxyahooda xaala ay kor u qaadayna saagiirka u taagayaan laa yarsadu uma soo noqonayo ilayhim xaggooda darfuhum ishooda biligteedu isha baadkeedu uma soo noqonayo waafidatuhum quluubtoodin hawaan way madanta wax fikradahu ku jirtaa ma jirto waxay ka fikirayaan ma jiro waa iska madhan yahay wa andir nabiyulaahi maxamed baa la yidhi andir u dig allah sadadka yowma maalin uga dig yaatiihim alcadaabu cadaabku uu u imanayo oo fa yaquulu aladiina kuwa ay dhihi dalamuu dulmi sameeyey ربنا ربنا أخرنا أن دبدك إلى أجل مد قريب أو دو نجيب دعوتك دعوة هذا أنو يرس أن أجيبني ونتبع الرسل رسلنا أن تاعنا بالتا ومالنا إنو حبت ترينينا اخسأوا فيها ولا تكلموني ومالنا لين كربا لين كفو هذا يا لين كفو هذا ولين إذا ما أنت لين الله لين دكتا نبي الله محمد داتك أقدك marka cadaab ku yimaado oo kuwii dulmi sameeyay ay dhihi ilaahu dibno yar cil si aanu dacwadaada u waajibno rusulshana u raacno waa meel xadii fadhal kala dhaceen meeshii soomaaliyu jiraa way ahayahu waxba tarimaysa markaa wa andir u dig nabiyullaahi maxamed oo allah sadadka waa dadkii loo diray ilaa yowmil qiyaama uu qur-aanku dignin yahay yowma maalin uga dig yaatiihimul cadaabu cadaabku uu u imanayo فيقول أيديه الذين كو ظلموا ظلم السميي ظلم القرآن كو انت بدا شرك كو استعماله ربنا ربك يو أخرنا ندبدك إلى أجل مد قريب لو وحير بل دبنا يرعل أدو يدي دبنا يرعل نجيب أنا جيبنا دعوتك دعوة ذاته لو قاد يبا قاد أنا جيبني ونتبع الرسل رسلنا أرعان ألا وحولي أولم تكونوا مويدان هين أقسمتم كيو كل دارن شيري من قبله ma lakum inuu idin sugnayn min zawaali zuulitaan ilaydaan ardada ka tagaynin soo idinkii ku dhaari jiray ma oo mar aad ku dulnooshiin mar aad ku dhixsitaan ba ardada ilaydaan dhaafaynin oo qiyaama jirin soo idinkii ku dhaari jiray ma tafsiirkaas uu wanaagsan min zawaali baba inuu na jirin ma aha ilaydaan ardada ka duulaynin oo aan meel kale u kacaynin oo aakhira tagaynin soo idinkii ku dhaari jiray ma aha baale jawaabtiisaas ay noqotay awalam takunu ma waydaan ahayn أقسمتم كوي كدارن شيء من قبله هر ما لكم إنه نجيس من المزد والين زولتان أرض ذا كزوليسان وطلح بحيسان وسكنتم وادنا الدكتين في مساكن الذين كوي قريوه دالمو ظلمي أنفسهم من افطانا وتبين وحائدين عد عذي لكم إذك كيف سيدي فعلنا أن كفر بهم يغ وضربنا وان إذين عديني لكم إذك الأمثال تصالا إذن كدنا إذن كو عديني war nimankii hore ee baabaay miyada guryahoodii aray ad qolada makee lala hadlayo reer samud iyo reer caad iyo luud iyo waxa soo dhanba hareerahooda oo safarka ay ku marayaan meel uu ku sumay ilaa dhulku isku yaala waa shaam iyo yaman iyo jaziiratul carab waa isku mid bay miyadana dadka hore sidii loo galay iyo kuwa ay aragnimo qaadanayeen baa la leeyahay allah wuxuu leeyahay miyaydan ahayn kuwii ku dhaaran jiray inay daa zuulayne oo sakantum aad dagteen في مساكن الذين كوي قريوه ذا ظلموا ظلم السمائي
أنفسهم نفتوا كذل بالسمية دلموا أنفسهم نفتوا الدلمية نفتوا الدلمية وحلق وذا قفك الدم بقى سجع عن نفسي سنة قفك السمية لأن نفتي سد الدلمية هو تبين هو يدي العبد هذا لكم يدك كيف سيدي فعلنا بهم أنفسهم سال أبا بإني ونفرقني وضربنا وليبو حان إذين عبدين لكم إذين كه وضربنا عبدين يسمين لبضبه ونقول ألم سالة الصالة أتقوى قوائق أرقاتان كوعتبارتان وحاصلنا التسالة إذينهم وقد مكروا وخيانة السمية كواهرة مكرهم خيانة دوري وعند الله ألنا وحا أكتيسا مكرهم الله بأقوه مكر قوضوا ألا أكتيسوا يلا معنهدوا حوي الله بأقوه وإن كان مكرهم إنه حالي ثاني كان وحو أهد مكرهم مكرهم لتزول كي أي كزو شكبر برطو منه حق سأل جبال بورو مكرهم حق سأل يعني ويسا يعني قراءة كاداء قراءة كاداء بإن معنى هذا ما يستطيعنا إن أيو مكرهم وحو سأل وين وحو كالقب يحوك وحو كالقب بورو بين بربران لكن ما بربران كران وحالة شيئا نمرود إنك النبي إبراهيم دبك كره دي ilaa nimi iyo waxbu sheegtay marka si uu wax ajeeb ah dadka u tusiyo laba gorgor buu oo yar yar buu soo qabtay uu tarbiyeeyay uu xog way xogaysteen sanduuq yar buu maashar ayuu sameeyay markaas uu lugti wuxuu kaga xidhay labadii lugahood wuxuu ku xidhay sanduuqii qoriyada sanduuqa ku yaala uu lugahi kaga soo xidhay isagii nina way dhex fadhiiseen uu na gaajeeyo markii hore maalmo dhan buu gaajeeyay qulbu intii hilib madaxa u suray buu sanduuqii ka kortaagay si ay u duulaan oo hilibka u raasadaan mana gaadhi karaan da hilibkii waa ulfiqa markaasay meel fog la kadeen ninkii war maxaad aragtaa markii dambe ninkii wuxuu yiri dhulkii oo daqsin moodan arkaa buuri yar yari wuxuu ka qabo yar arkaa markii uu sameeyay kaas u aha haddana ma cadaalika waxa weeye hilibkii buu hoos ugu leexiyay oo hoos ugu soo dhigay hoos bay hadar u soo noqdeen meeshaas u gaar markii inta leey waa nabruud baa sameeyay وقد مكروا وخيانة سمايين مكرهم خيانة ضدي عجيب كأهل وعند الله ألا أكتيس نوحا مكرهم مكر قد ألا أكتيس أوه ووقي هون كأبا المريوين وإن كان إنه حال يسان كان وحو أهاري مكرهم مكر قد لتزول إن يزوسه أو إن قاقضه أو باب هذا منه درتي الجبال بوره يعني وصل بك لكنتها فلا تحسبن الله ألها أم لينم مخلف وعده بل أنت سئين وجوب يلي فسوله فسوس يسأو بل إن الله الله سبحانه وتعالى عزيز كغالب وهي ذو انتقام أرجودة كأصحابة ممنين هو أرجود إيه الرسوسة يو أرجودي عقابتي سوى حب بدنتها مركل على مخلف وعد الرسول وحي له مفعول كيس كيف هذا اللي إذا فكيد ما نوى ولا نسبيه وي فلا تحسبن الله الله أم لين قفك الصوب نبي الله محمد بان هذا الكلاه يا ومن ملاينا يا الله نبي الله محمد إنه الله بلنت كبري مخلف وعده بلنت يسجن وجوبيال فسولة وفسوس يسكجوبيال إن الله العزيز كغالب ويدن تقام الأرجود كأصحاب كأرسوس وأرجود يوم مالن يؤلوا أرجود فسوس تبدل الأرض أرض الجوب بدلي غير الأرض أرض غير كذا الجوب بدل وحكة على نصه صاري والسماوات والسموين كانوا على بدل وبرزوا ويصابنا بها قبورتي وبيكسوا بها لله ألا الدرسي بيصاب بها الله الوحيد كليها القهار أرضا على بدل وحي علماء انت بدين لها الحديث نقول شيئا بورها نوى لدمين ولا بربرين بصة الجبال وبصة ماشي قدرنا وعلى السماء بدها أردنا وحي نقول نار بي نقول ينبضه ardadaas waa ardo isku wada taalo oo dadku ay isku meel istaagayaan qof dhawaaq waa la gaarsiin kara dadka yaani gaarsiin de alla weey gaarsiin alla weey ardada saasa loo galay samaduna tafaddara way burbur iyaduna saasa ay noqon nabiga waxa la weydiiyey maalinta dadku xaq u joogaayo xala salaadii bay joogaan buu salaadkii maalinta socona marka ardada wax laga bedelo bilmatal qiyaamada bartamaheedu waa dhulka shaam la yiraahdo ardo falastiin weey arlada kalena way ku wareegsan tahay way marka jidka silaadna naarta waxa ku dhex jira badiiba naari ku dhex jirta waa ka nabiga uu calay salaatu wasalaam qof haji iyo qof umraysan iyo qof duulimaad mooyee badda ha fuulina waa ka yiri
fariga de nabiga jooga halis bay ahayd badu yaa ahayd way marka badanu naar bay noqono naar ba ka soo foori cibadi ween inna jahannama la muhiddatu bil kafirin qul ya sa ku fasiray marka marka maalinta jiidka siraad baa lagu jira marka dhulka la bedelo ala kulli hal si al og yahay bu dhulku u bedeli way laakin bedelada waxa kamid in la simayo oo meel godan lahay la tara fiha iwajan wala amtan meel taagan iyo meel hoose midna arki mayso maalinta dhulku arki mayso ويوم ما لمبا لأرجودي فبدلوا الأرض أرددا لبدل غير الأرض أرددا غير كذبوا بدلي والسماوات والسموين كانوا ولا بدلي سأل أوجيه يبوا بدلي وحمد إنك إلى سير رح رعنا معها وبرزوا ويصور ظاهري خلق يقول لله الله يقول ظاهري معناها أمر كهرباء هو أركاية قبر جيبي كسب يحبنا بس سوت علوي اللي هي الواحد كليدها عدوى الحمام مساكرين القهار القهار كعد والبا يسوي حكومي وترى وادارك مالنتها ترى وادارك المجرمين الدمبيل ياش يومئذ مالنتها مقرنين يقول يسوي الحري في الأسفادي حركبنا مجرمين شو أدنى ولا شو أنت يسكت دم بأهيد با ولا يسكت حلا لقون تا يجمعها الإسلاح اليوم أنت يسكت دم ولا حلا يسكت نار تمل بيتجلى يعني أنت يسكت دم بأهيد أسفاد سوى جمع سفدنا واحد وين حرق برع كسوقات وترى وادارك المجرمين الدنبيل ياشا يوميذ مالنتا مقررين يقول سروح الحرين في الأسفاد حركه برع سرابيلهم لركي قبانا من قدران دام رويان وتخشى وجوههم وجهه وحدبوا النار تلفح وجوههم النار مدحي يوجهه النار تبا الدبولي ويليسي فروادي بيكسوا بحي يعني وسروتي وحليلة يكسو صارس ومالتها يغا مالتها سوى مال عجيب سرابيس وحلوه جدا لارك يقبان دامرك وابوحا اغضب كلولوه ودامرك دامرك متقان وحي هذا التفاصيل سيدوبيلي قال دامر ملاهم ما أقونيني بهال قيل عدد اللغة مريوه وانت الله يسكوشي لغة كلول قيل عدد اللغة مريوه يكفتنا لكن دامرك كسو قاد دامرك سوى كلول او نار يعنر لغة دي ويناركا ديغن ايا الله أكبر سرابيلهم لركوز سراويشود من قدران دامر وي وتخشاو حد دبولي وجوههم وجيالكو النار بعد دبولي تلفح فيها تلفح النار على وجوههم ويلي في محاصدة الله ويالك ليجزي إنو أبا المريا الله ألا كل نفس نف كل جن ما كسبوا حي شقيست وحمالتها ماشاء الله تاريخ الله إيمانا ينفى لبشقادي أشقيستين لا لقى أبا المريا قفنا الدنب أين الهين لما صاري قفنا خير وليه اللي قد اللالي ما هي اللي قد يدي ماي نفولي بوحي كيستبع يا بركة إنك سو دقنيني نومها واحد قيامها التي يليد قال له هرتيسة هذا سيشا قيسوي أو واحد ناكسان قال له هرتيسة اللتي عبادة داد قال له هرتيسة اللتي ليس عبادة سافي هكون وقتوي محو الله صداوية لددك اللي سوكو كاني ليجي الله إن الله أبا المريو كل نفس نف كل قد ما كسبت وحي شقيستي إن الله الله سبحانه وتعالى سريع الحساب حسابتي سوى دقدق سريع الحساب لو معنى يوبي يشيق يوم عقابتي سوى دربة وإيمان إياما يمر كددك اللي حسابنا يوم دي واح مشغوله مشغولين يا مجري حل مرة لو الحساب با دقيقة قده با الحساب لابد من واسده وي إن الله الله سريع الحساب حسابتي سوى دقدق توي هذا إن قال لنا الله هذا قرآن كني سورة دني بلاغ قارسين وين للناس دت كلا قارسين يدقنين بلا قارسين إيه ولينذروا إن يدقن به قرآن ككدقن وليعلموا إن يقادان أنما هو الله إله إله من هو واحد وكليا وليذكر إن وأنتم من أولو الألباب هذا بلاغ بلاغ ولينذروا وحكوك لدوينهم بلاغ وقارسين دت كلا وذا قارسين إن ذا كنا ضدك قاضنا يهلو إلى حق قاضنا الله ملاين إن ذا كنا ضدك سالو دقي لكن جارسين ضدك قرن ولا جارسين لقى حلبا لقى سارا ضدك ولا له هنا إني إنه جارسينه وإن الدين توش يا جل حلبا لقى سارا أن حافظ بالب دكس القرآن كدسنه ومساجد بالعلم كفافنه وضدك إنه أباغنه حلبا لقى سارا شيخ هذا قرآن كان صورة دنو كمتهين بلاغ قارسين ويلي الناس دتك اللي قارسيني إيه ولينذروا إنه يودقان به قرآن كودقان وخلقه يودقان
وليعلموا إني أجادان أنما هو الله سداي الإله الإله الواحد وكليا وليذكر أي وان تومان مركي لجارسيو لودو قول الألباب عقل فوق صعب نمان عقل لهيني تجني قادن ما يقول الله سبحانه وتعالى